حياكم الله مجددا في يا هلا. برنامج الاستمطار، استمطار السحب، هذا البرنامج نسمع عنه من فترة طويلة جدا. كثير من الأسئلة تدور حول آليته، حول أهدافه، ما حققنا منه حتى الآن، ماذا سيتحقق مستقبلا، إلى أي مدى نستطيع أن نصل إلى الأهداف من هذا البرنامج، يعني ماذا يقول الواقع وماذا يقول المستقبل فيما يخصه. كثير من الأسئلة التي تدور حول هذا الموضوع في هذه الفقرة من يا هلا سنعرف تفاصيلها كاملة مع ضيف الكريم المسؤول عن هذا البرنامج، جاء واحد المسؤولين. ولكن قبل استقبال الضيف والحديث في كل التفاصيل، خلونا نشوف هذا الفيديو ونرجع نعلق. هذا يعني فيديو قصير للتجهيزات والتحضيرات. البرنامج الإقليمي لاستمطار السحب في السعودية نشر إحصائية حتى ديسمبر 2023 أنه استهدف 6 مناطق، وأنه كان في 415 رحلة استمطار، وأنه كان في 4 طائرات استمطار، 36 رحلة بحث، أيضا 15 دقيقة هطول. يعني فصل في المناطق مجموع الهاطل المطري يقدر ب4 مليار متر مكعب. لكن ماذا عن بقية التفاصيل منذ بدء البرنامج حتى اليوم، وماذا ينتظر في مستقبل هذا البرنامج؟ للحديث حول هذه التفاصيل يسعدني أن ينضم إلي عبر السكايب الآن الأستاذ أيمن البار، وهو المدير التنفيذي للبرنامج الإقليمي للاستمطار. أستاذ أيمن، مساء الخير وشكرا لقبولك الدعوة. مساء النور والسرور وشكرا على الاستضافة. أول شيء إذا تسمح لي، يعني كلنا نسمع عن برنامج الاستمطار، ولكن في مجموعة إلى الآن ما يعرفوا وش نقصد ببرنامج الاستمطار، إيش المعول عليه أنه يعمل سواء في كميات الأمطار أو في آلية تنفيذه؟ كمفتاح أول، كيف تقدم برنامج الاستمطار للجمهور؟ طيب، بسم الله الرحمن الرحيم. البرنامج يستهدف إلى زيادة الهاطل المطري بنسب تتفاوت ما بين 10 إلى 20% على مختلف مناطق المملكة. نتكلم على آلية الاستمطار نفسها، إحنا اليوم نتكلم على ظروف فيزيائية معينة للسحب نستهدفها، بحيث أنه تزيد عمليات الاستمطار من خلال إضافة عوالق جوية أو الأيروسولز، هي مواد ملحية تحفز من عملية زيادة الهاطل المطري خلال أوقات ومواقع معينة. طيب اليوم ودنا بس نشرح للجمهور كذا بطريقة، رحلة طائرة الاستمطار من أول ما تطلع إلى ترجع، إيش اللي تسويه؟ إيش الاستعدادات؟ وكيف ممكن نقيس أثرها؟ طيب، بداية رحلة الاستمطار ممكن نقول أنها تبدأ بالتقارير المناخية اللي يصدرها المركز الوطني للأرصاد، واللي من خلالها يمكن تحديد المناطق اللي راح تتكون فيها السحب المناسبة لعملية الاستمطار. يلي ذلك اللي هي التوقعات والنماذج العددية اللي بنحدد من خلالها المدن المستهدفة واللي ممكن يكون فيها تكونات لسحب مناسبة لعملية الاستمطار. المرحلة الثالثة اللي هي نستخدم فيها الرادارات اللي بتمكننا خلال دقائق معدودة إنه إحنا نسوي تحليل حيوي للظروف الفيزيائية للسحب هذه، وبالتالي يتم توجيه طائرات الاستمطار لسحب معينة في أوقات معينة تفرغ المواد الملحية هذه داخل السحب لتحفزها وتزيد الهاطل المطري اللي موجود فيها. طيب اليوم، طيب راحت الطائرة وسوت التحفيز للسحب، إيش بعده؟ إيش المتوقع بعده؟ على طول يصير فيه استمطار ولا تأخذ فترة زمنية أطول بالأيام بالساعات؟ إيش بالضبط؟ بالدقائق، نحن اليوم حسب الإحصائيات والمراقبات الموجودة عندنا العملية ما تستغرق أكثر من 15 دقيقة، وهي العملية اللي احنا بنشاهدها من خلال صور الرادارات الموجودة خلال شبكة المركز الوطني للأرصاد. 15 دقيقة ما بين تلقيح السحاب إذا كان المصطلح صحيح وبين نزول المطر، هذا اللي تقصده؟ صحيح. طيب، من الأشياء اللي تحتاج توضيح،
مثلا وأنا أقرأ في المناطق المستهدفة نشوف عسير، نشوف الباحة، يعني من المعروف أنه أصلا هذه مناطق ممطرة، إيش اللي يضيف لها برنامج الاستمطار؟ ليش يستهدفها؟ طيب احنا نتكلم على جزئيه تكرار وجود السحب في المناطق هذه. يمكن اليوم لما نقارن المناطق هذه بالمناطق الوسطى تبان في المقارنه انها مناطق ممطره، لكن بالرجوع الى السجلات المناخيه وتاريخ المناطق هذه هي اليوم في فترات جفاف مقارنه بتاريخ المنطقه. اليوم السجلات المناخيه تشير ان المنطقه الجنوبيه سواء كان عسير او الباحه هي في مرحلة جفاف، فبالتالي تحفيز الخلايا الرعدية الممطرة في المنطقة هذه وزيادة الهطل المطر فيها، احنا بنتكلم انه تكون المناطق هذه فيها إضافة مقارنة بتاريخ المنطقة، مو مقارنة بالمشاهدات اللي احنا نشاهدها اليوم. والمقارنة اليوم غير عادلة، ان احنا نقارن المنطقة الجنوبية مثلا بالمنطقة الوسطى ونقول والله المنطقة الجنوبية ممطرة، لازم احنا نقارنها بمساواة بالمناطق الجبلية على مستوى دول العالم بحيث انه يكون في مقارنة عادلة. يعني اليوم المناطق الجبلية عندنا في السعودية مقارنة بالمناطق الجبلية بين دول العالم احنا اقل امطارا، صح؟ صحيح، احنا نتكلم اذا بشكل عام على مستوى المملكة احنا متوسط الهطل المطري عندنا ما يتجاوز ال 100 ملم متر، في مقارنة مع دول العالم نتكلم على 3000 او 4000 ملم. اوه فرق حتكون كبير الصورة جدا. في تقارب. طيب البرنامج الاستمطار الآن يستهدف أنه يرفع المية هذه إلى كم؟ احنا اليوم نتكلم على مستهدف ما بين 10 إلى 20% بشكل عام على معظم مناطق المملكة، تتفاوت من حسب الحالات وحسب المواسم المطرية، وهذا جزء من الملف البحثي اللي يستهدف البرنامج انه ينتهي منه مع كل سنة. لكن المئة ملي اللي على المناطق الجبلية مقارنة بال3000 في دول العالم، أنتم حابين ترفعوه إلى كم أو المتوقع أنه يوصل لكم؟ أنت لما تقول هذا متوسط هطل المطري خلال العشرين سنة الماضية، المتوسط هذا بيتفاوت من عام إلى عام، يعني يمكن تقريبا الخمس سنوات الماضية انخفض متوسط الهطل المطري على المملكة إلى 80 ملي. فإحنا بتتكلم على متغير، متوسط الهطل المطري بيتغير من عام لعام، وإحنا بنستهدف أنه يكون في زيادة مقاسة بنسبة من 10 إلى 20%. من 10 إلى 20 عن المئة اللي موجودة. عن متوسط الهاطل المطري للسنة هذه، المئة تعتبر متوسط عام للمملكة خلال 20 سنة ماضية، أيوة. المتوسط نفسه من سنة لسنة متذبذب بيتغير، يمكن آخر 5 سنوات كان في موجات جفاف، متوسط الهاطل المطري وصل إلى نسب ما بين 70 إلى 80 ملي، فأنت اليوم إذا كان متوسط السنة هذه 80 أنت تستهدف أن ترفعه إلى 10 أو إلى 20%. واضح. سنة 2023 كم كان المتوسط تبعها؟ صراحة ما يذكرني الرقم، بس أتوقع أنه تجاوز ال 100 ملي. طيب جميل. طيب اليوم أستاذ أيمن، فكرة الاستمطار أنه المناطق الجافة أو قليلة الأمطار تحفز فيها السحب من أجل أن تمطر، ولا لا الفكرة أنه أصلا المناطق اللي عندها فرص أمطار إحنا نزيدها؟ الاستمطار نفسه لازم تكون فيه سحب ركامية مناسبة لعملية التحفيز، بدون وجود السحب هذه احنا ما نقدر نزيد كميات الهاطل المطري، وبالتالي احنا نستفيد من كل الدراسات والمعلومات المناخية والتوقعات اللي يصدرها المركز الوطني بحيث انه نقدر نحدد اذا كان المنطقة هذه مناسبة لتنفيذ عمليات الاستمطار او لا. في بعض المناطق تكون فيها سحب مناسب لعمليات الاستمطار بس يمكن لمرة أو لمرتين، وبالتالي ممكن هي ما تكون مناسبة خلينا نقول اقتصاديا لعمليات التشغيل، لكن في مناطق يهمنا احنا تكرار وجود السحب المناسبة لعملية الاستمطار بحيث أن تكون التكاليف التشغيلية موازية للجدوى أو للمحصلة المائية من عملية الاستمطار. يعني اللي أفهم أستاذ أيمن أنه اليوم إذا عندي منطقة مثلا في فصل الصيف ما في سحب تراكمية موجودة، إذا كان هذا التعبير صحيح، ولا فرص مهيئة للأمطار، برنامج الاستمطار ما يقدر يخليها تمطر في الصيف، صح ولا فهمي غلط؟ صحيح، إذا ما في سحب مناسب لعملية الاستمطار، الاستمطار ما يقدر يحفز إلا إذا كان في سحب مناسبة موجودة في المنطقة. طيب على مستوى مناطق المملكة اليوم
من خلال تجاربكم كل هذه السنوات اللي فاتت، هل وجدتم أنه في منطقة غير قابلة لتنفيذ البرنامج فيها ولا لا الكل مناسب بس بأوقات متفاوتة؟ طيب خلينا نفرق هنا. احنا في اليوم بنتكلم على دورات مناخيه، وبالتالي في تذبذب في تكونات السحب من منطقه لمنطقه وبتتغير من سنه لسنه. اليوم الدراسات الاوليه اللي قام فيها المركز بتبين انه المنطقه الجنوبيه والمنطقه الوسطى من المناطق المناسبه واللي راح يكون فيها تكونات لعمليات او لسحب الناس بالعمليات البذر. لكن اليوم في عندنا دراسات جديده بتبين انه في مناطق جديدة في المملكة فرص التكونات فيها هذه مع التغير في الدورات المناخية وممكن أنها تكون مناسبة في القريب العاجل. يعني بمعنى أنكم ما وجدتوا منطقة ما تناسب، كلها تناسب بس حسب التغيرات المناخية. صحيح. اليوم ما شاء الله تبارك الله المملكة نتكلم على فرص تكونات السحب مختلفة من منطقة لمنطقة، المناخ أو تكون السحب في المنطقة الوسطى غير المنطقة الجنوبية غير المنطقة الشمالية غير المنطقة الشرقية، وهذا يعطي فرص للتكونات هذه أنها تدرس بعناية وأنه يكون في تقييم لجدول الاستمطار فيها. جميل. طيب أستاذ أيمن، اليوم إيش الفرق بين الأمطار اللي تيجي بشكلها الطبيعي من غير برنامج الاستمطار وبين الأمطار اللي تيجي بتحفيز برنامج الاستمطار أو زيادة الاستمطار فيها؟ إذا كنا نتكلم على الشكل العام فما في فرق بينهم، هي كلها أمطار. الفرق كله بيكون في عملية تحفيز السحب. إحنا بنشوف إنه في أحياناً سحب وغيوم لكن ما يكون في هاطل مطري. ومن خلال الدراسات كان في تبين انه في انويه تكثف تكون يعني عددها او كمياتها قليله داخل السحب، واللي عن طريق نشر الاملاح هذه بتزيد اعداد الانويات التكثف هذه، بالتالي بتحفز السحب انها تسرع من عمليه الهاطل المطري وبالتالي تسقط الامطار من السحب هذه خلال عملية التحفيز. طيب في طرح في فترة من الفترات، ودي ناخذ التوضيح الكامل الشامل منك الآن على الهواء، إنه المواد المستخدمة في الاستمطار تحتوي على بعض المواد المضرة التي قد تؤدي إلى ضرر للمناطق أو للأشخاص في المناطق اللي تنزل عليها الأمطار نتيجة تحفيز السحب والاستمطار باستخدام هذه المواد. هذا الموضوع صحيح ولا شائع ما لها أي وجه من الصحة؟ هي شائعة، والمواد هذه كلها موجودة أصلاً في الطبيعة، فبالتالي أنت اليوم ما اخترعت مواد أو صنعت مواد خلينا نسميها artificial أو مصنعة، بالتالي أنت تضيفها للجو وتخاف من مخاطرها. بالإضافة إلى ذلك كان في دراسات قام فيها المركز الوطني للأرصاد لتقييم الأثر البيئي الخاص بالمواد هذه وأظهرت نتائج إيجابية، أنه اليوم إحنا ما عندنا أي مواد أو نتائج سلبية. هذه نتيجة أبحاثكم اللي أجريتوها بعد الاستمطار؟ أبحاث عن الاستمطار من مراكز أبحاث عالمية على المواد المستخدمة في عملية الاستمطار، سواء كان المواد الملحية أو المواد الجليدية اللي احنا نستخدمها. كلام جميل وواضح ومطمئن، وأشكرك على هذه الإجابة. وش المواد المستخدمة إذا ممكن نعرفها؟ بشكل مباشر احنا نستخدم ملح الطعام، وملح الطعام يعتبر الملح مادة جاذبة للرطوبة، وهي المادة اللي بنستخدمها بشكل موسع على كافة مناطق المملكة. في أنوية التكثيف الجليدية ويديد الفضة، هي واحدة برضو من المواد اللي مشهورة على مستوى العالم في استخدامها في تحفيز نوع معين من السحب لحالات يعني حالات تكون معينة، وكلها ثبت عدم ضررها. صحيح. طيب الآن اللي تحقق إلى الآن من الإحصاءات والأرقام اللي أنتم نشرتوها، هل هو مرضي بالنسبة لكم ولا ما زال المستهدف أكثر؟ طموحنا كبير، والتقنية كل يوم بتتطور على مستوى العالم. إحنا اليوم المملكة واحدة من الدول الرائدة في هذا المجال، والبرنامج اليوم هو أحد مخرجات السعودية الخضر والشرق الأوسط الأخضر اللي أعلن عنها سمو سيدي ولي العهد. واليوم إحنا نتكلم على كفاءة تشغيلية تتجاوز نسبة من 96% إلى 97%، وإحنا حريصين في البرنامج إنه نستمر على هذه النسب. اليوم إحنا نتكلم على 4 مليار متر مكعب إضافة للهاطل المطري، بالإضافة إلى ذلك إحنا نتكلم برضو على ملفات بحثية وبيانات
تم قياسه وتسجيله خلال الفترات الماضيه، نتوقع انه راح تكون لها اضافه على المستوى العلمي في ادراك مفهوم فيزياء السحب في المملكه، وبالتالي احنا بنستفيد من البيانات هذه في رفع الكفاءات التشغيليه وزياده الهاطل المطري والجدوى الاقتصاديه من البرنامج. نعم أستاذ أيمن، هل هناك مخاوف من زيادة الهاطل المطري في بعض المناطق ممكن يؤدي إلى سيول، إلى حالات مطرية تؤثر على الميدان وعلى الأرض بشكل غير جيد، ولا ما هي موجودة، ولا لها حسبة معينة؟ فصل لنا في هذا الموضوع. خلينا نقول على عدة أصعدة، في لها حسابات كثيرة. في البداية علمياً هي تحفيز وزيادة الهاطل المطري محدودة بنسبة محدودة في منطقة معينة ما تتجاوز هذه المنطقة، فبالتالي أنت ما تقدر توصل من مرحلة خلينا نقول سحب ضعيفة تحتاج إلى عملية التحفيز إلى أنها توصل إلى مرحلة السيول، فهذه علمياً غير موجودة. الشيء الثاني أن أنت اليوم بتستخدم التكامن ما بين إدارات المركز الوطني للأرصاد، سواء كان الإنذار المبكر والآلية الإنذار المبكر اللي اليوم إحنا نتبعها في الرصد ومراقبة الحالات الجوية، وبالتالي التكامن ما بين الإدارات في مراقبة الحالة نفسها والسحب وتكونها يعطيك أفضلية اليوم إن أنت تكون مراقب للحالة الجوية من بدايتها إلى تكونها إلى انتهاء من عملية الاستمطار. طيب نتيجة لبرنامج الاستمطار، هل نتوقع أنه نشهد في المملكة العربية السعودية خلال الأشهر أو السنوات القادمة كميات مطر في أوقات ما كان يهطل فيها مطر، ولا لا، اللي حنشهده فقط زيادة في كميات الأمطار في نفس الأوقات المتوقعة؟ هي مرتبطة بالسحب أكثر من المطر. إذا تقول لي أنه حيكون زيادة الهاطل المطري في أوقات إحنا نشهد فيها سحب، أيه صحيح هذا واحد من مستهدفاتنا، لكن إذا تقول والله مثلا خلال فترة الصيف وما نشهد فيها تكونات لأي سحب، فلا، الجواب الاستمطار ما يقدر أنه يكون فيه زيادة للهاطل المطري بدون وجود هذه السحب المناسبة لعملية الاستمطار. يا سلام، إجابة واضحة جدا، ولا فيه إذا صح التسمية، ولا فيه صناعة لسحب مطرية مثلا. ما في صناعة لسحب مطرية، هي اليوم حالة فيزيائية معينة، السحابة تحتاج إلى تحفيز بإضافة مواد ملحية، وهذه هي الحالة اللي احنا ندرسها من خلال صور الرادارات ونوجه الطيارين أو الطائرات لبذر المواد الملحية خلال وقت معين، بحيث أنها تزيد الهاطل المطري وتحفز السحابة هذه من أنها تكون غير ممطرة إلى أنها تكون ممطرة. طيب مكونات المطر نفسه، ماء المطر، يفرق إذا صار في استمطار وإذا صار طبيعي، ولا ما يفرق؟ يفرق، انت تتكلم على نسب ضئيله مقارنه بطن من المياه والمواد الملحيه وهي اصلا موجوده في الطبيعه، بالعكس احتمال يمكن بمقارنات يعني بشكل عام في الطبيعه تلاقي نفس الاملاح هذه موجوده في الاملاح. طيب وش أكثر مناطق السعودية اللي كان تجاوب سماءها ومناخها لبرنامج الاستمطار أكثر؟ نتكلم على عدد العمليات، يمكن أكثر العمليات كانت على المنطقة الجنوبية بحكم تواجد وتكون السحب بكثرة فيها، فبالتالي عدد الرحلات أكثر في المنطقة الجنوبية مقارنة بالمنطقة الوسطى. طيب في نشرة إلى ديسمبر 2023 كان في 6 مناطق مستهدفة حسب اللي منشور في الخريطة: الرياض، عسير، الباحة، مكة، القصيم، حائل. هل بنشهد مناطق أخرى في 2024؟ اليوم الفريق البحثي شغال على أبحاث لدراسة باقي مناطق المملكة. نستهدف من هذه الأبحاث أنه يكون في دراسة للدورات المناخية وحركة السحب هذه بين مناطق المملكة. إذا اليوم كانت في فرص لتكونات السحب المناسبة لعمليات الاستمطار على باقي مناطق المملكة، راح يتم تجهيز المناطق هذه لعمليات الاستمطار. جميل، أبغى أرجع أأكد معلومة أستاذ أيمن، إنه المسافة الزمنية أو المدة الزمنية ما بين خروج الطائرة وتلقيح السحاب إلى نزول المطر 15 دقيقة، صح؟
مو من خروج الطائرة، ها الطائرة وهي موجودة في السماء عند السحابة المستهدفة من وقت إطلاق المواد الملحية إلى هطول المطر 15 دقيقة. طيب لكن من بداية الرحلة، لا، تتكلم على عامل زمني مختلف. أحيانا الرحلة مثلا تكون عملية طيران الطيارة من مثلا من الرياض متجهة للصين، السحب المناسبة مثلا تكون أقرب لحائل، ففي رحلة يعني العامل الزمني متغير فيها. جميل. طيب اليوم اللي مثلا نشهده، يعني أتكلم كثقافة عامة، اللي نشهده مثلا من كميات أمطار قياسية أو تاريخية في بعض المناطق أو في بعض الدول، هل هي جاية بشكل طبيعي ولا برامج الاستمطار لها دور ويد في الموضوع؟ خلينا نقول انه في دراسات بشكل عام، زملائنا في المركز الاقليمي للتغير المناخي بيدرس الدورات المناخيه هذه وكيف تاثيرها على كميات الهطول المطري. اليوم الاستمطار له اثر ايجابي في زياده الهطول المطري، لكن هذا الاثر محدود بكميات وبمواقع معينه. ما تقدر انت تنسب انه زيادات الامطار هذه انها ممكن تسبب سيول، او ممكن انها تاخذ منحنى آخر من كميات غزيرة إلى درجات مختلفة. هل انتم استاذ ايمن تقدروا تتحكموا في نسبه زياده الهاطل المطري من خلال كميه التلقيح اللي يصير للسحاب ولا لا؟ ما نتحكم في النسبة نفسها، تتم عملية التلقيح وبعدين نراقب الوظائف الحيوية للسحاب وكمية الهاطل منها. إذا دخلت السحابة خلينا نقول في مرحلة ثانية وتحتاج عملية تحفيز إضافية، بتدخل مرة ثانية وبنرسل الطيارة مرة ثانية بتحفز السحابة حسب الوظائف الحيوية للسحابة نفسها. إحنا يهمنا كل ما كانت السحابة مناسبة لعملية الاستمطار إنه يكون في تحفيز لها، إنه ما تخرج من منطقة إنه سحابة فيها فرصة أمطار إلى سحابة غير قابلة للاستمطار وما فيها كميات أو محتوى مائي مناسب للعملية. جميل. طيب إلى الآن من خلال معايشتك للبرنامج ومتابعة النتائج، كيف تصف المرحلة؟ نجحتم وحققتم الأهداف، نصف نجاح، ما زال تحتاجون الكثير، كيف تصل اللي وصلتوا له إلى الآن إلى نهاية 2023 وبداية 24؟ الحمد لله البرنامج اليوم يمكن أكمل 4 مراحل على 2 سنين تقريبا، وإحنا اليوم في المرحلة الخامسة من الأعمال التشغيلية للبرنامج. اليوم كان في تطوير لمؤشرات القياس اللي بنتابع فيها عملية زيادة الهاطل المطري، واليوم إحنا يمكن نتكلم على يمكن أكثر من 10 مؤشرات وكلها بتعطي نتائج إيجابية، سواء كان من خلال التحليل الحيوي للرادارات، أو كان من خلال المحاكاة للنماذج العددية، أو كان حتى من خلال التحليل الإحصائي أو المناخي لمناطق المستهدفة من عمليات الاستمطار. وإن شاء الله المراحل القادمة راح يكون في إعلان على تقنيات حديثة وعلى نتائج إن شاء الله تكون مشرفة للمملكة على مستوى الصعيد العالمي. جميل. المرحلة الخامسة متى تبدأ؟ بدأت يمكن نتكلم على شهر ديسمبر على المنطقة الوسطى، ويمكن حتى قبل ديسمبر، والآن إحنا بنستعد للمرحلة السادسة. نعم، أنا شايف أستاذ أيمن في الخريطة كاتبين أنتم الرياض 8%، إيش المقصود فيها؟ أنكم زدتوا نسبة الأمطار في الرياض 8%، ولا 8% هي اللي هطلت على الرياض ككل؟ حسب اللي تم الإعلان عنها، هذه نسبة الرياض من مجموع العمليات اللي تمت في الاستمطار. مجموع عفوا ايش؟ العمليات يعني لو قلنا مثلا احنا نتكلم عندنا 415 او 450 رحلة استمطار، 10% من هذه الرحلات كانت مخصصة لمنطقة الرياض. نعم، الأمطار الأخيرة اللي شهدتها الرياض، هل كان برنامج الاستمطار له دور فيها ولا لا كانت عادية وطبيعية؟ بشكل عام وبتحديد في يوم معين؟ لا بشكل عام، ويمكن في الأيام الأخيرة اللي كانت في رمضان. بشكل عام العمليات مستمرة على منطقة الرياض والقصيم وحايل. طيب واللي كان في رمضان؟ كان في عمليات استمطار على المنطقة.
طيب جميل جدا. المساحة أخيرا لك قبل ما أختم هذا الحوار أستاذ أيمن، رسالتك اللي حاب توجهها أو تقدمها لكل اللي جالسين يتابعون سواء من المختصين أو من الناس عامة. استمر بحقق نتائج إيجابية، وإن شاء الله ترقبوا النتائج القادمة لعمليات الاستمطار والتقنيات الحديثة اللي راح يقدمها البرنامج في القريب العاجل. أستاذ أيمن البار شكرا جزيلا لك ولحضورك معنا في أهلا، حوار مهم مع الأستاذ أيمن البار المدير التنفيذي للبرنامج الإقليمي للاستمطار. بصراحة كل الشكر والتحية له ولكل الزملاء في البرنامج على هذا التجاوب النبيل والجميل والإجابة على كل هذه الاستفسارات، وبالتأكيد أن هناك مزيد من الأسئلة والاستفسارات ستمتد إلى حلقات قادمة. الأهم في مثل هذه الأمور أن تنجح كل المستهدفات المخطط لها وأن نصل إلى كل الأهداف التي نرجوها من هذا البرنامج ومن غيره من البرامج. بعد هذا الفاصل ألقاكم.